ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهر شريط فيديو تناقلته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية سرقة قام بها شخص يقوم بجمع المتلاشيات بواسطة عربة مجرورة. ومن خلال الشريط الذي وثقته كاميرا المراقبة، فقد قام هذا الشخص باقتلاع الغطاء الحديدي لبلوعة الصرف الصحي ووضعها في عربته. ولم يكتفي بهذه السرقة، حيث قام بتكرار العملية وسرقة غطاءين آخرين دون الانتباه للكاميرا التي وثقت كل شيء. وفور تداول الفيديو، عبر النشطاء عن سخطهم من مثل هذه التصرفات الخطيرة، منددين بالسرقة من جهة أولى، وأيضا تعريض المواطنين للخطر بعد إزالة الأغطية من جهة أخرى. ومما جاء في بعض التعليقات لأحد النشطاء، يجب محاسبة هذا الشخص والأفعال الإجرامية الخطيرة التي يقوم بها.